بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنت عن كسوة كتاب الكبائر وشمال عبد الله بس كله ها نواكال ما صالح نشر الفوزان عن باب ذكر القطيعة وباب أي كانوا كهذا اللي جاهد كبير ذي قرابة قويسكا وقول قول الله تعالى <applause> لقول وما يضل به إلا الفاسقين تسالها كاس مثل كاس ليالي القرآن كده حديثه لقوم اللهم يه وقال لكم اللهم إلا الفاسقين هو فاسقين تاه هو حد كبحي حيموغي فاسقين هدو حلول جيدا كوي معناها خروج كي لما يسرنا كبه دينتا ومعناها قالوا بوا إلا فسقي قمرنا وحلو إطلاقا يدين كله بحي مرنو حلو إطلاقا من أن دينك لغة بحين أو كبيرة إن جاءكم فاسق بنبأ كي هاي وكله قفكم على الله الله وقف فاسقة هو أن دينك بحسنين مرك الله كم مثل كاس ليالي أو ضدك مرافقين منافقين تلوي علي فاسقين تموقي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إيه آه هو بوريا بلنكال من بعد ميثاقه والكلاد كيكدب ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او غويا وخي الله هو أمري اي ان رحمك قرابدي اه سيده قتاده كفسر علمك انا محير هذين انت ويكا عام أو قرابدي يرسوش لو غرغاروا iyo xaqiyo loo gargaaro iyo xaqiyo maragtey la difaaco intuba waa soo gelayaan waxaas alla uu faray in la xiriiriyo laakiin kolley shiikhu wuxuu usoo daliilsaday hadda wata waa raximkii alla uu amray in la xiriiriyo ku goynayey uu ciidkii ku soo arooray marka iyagoo gaalaa iyo haddana dhaqankaas xun ay leeyihiin oo tilmaamaha xun ee la sheegayo ee saddexdaa yay leeyihiin inay ballanki alleh ay burinayaan markii la adkeeyey ka dib ayna goynayaan wixi allah uu amray in la xiriiriyo wayufsiduuna fi alardi dhulkana way fasaadinayaan oo dadkii ayay gaalnimo ugu yeeraayaanoo ay ku xambaarayaan ama jidgooy ay samaynayaan dadkii cabsi gelinayaan waxay u diidayaan hijradii dadkii rabay inay u hijroodaan allah iy rasuulkiis ama waxay samaynayaan dembi kasta oo لبكيسو ودك كلا أجاراي ولا إيكا كواس لشيوة الماماس ححن كت المامن. هو الخاسرون وكوا خساره ذل ما يسرين رسول ما لنا مهيان ربحنا مهيان شق كتاب شرح وحلي هاي مركي شيخ ما رك تمت نجس كله وكسوا هاللي والدين نمادي يو كو حجيي انو كه الله قراوه غويس نمدي قراوه حقوق بيليين way xuquuqii isku leeyihiin qof kastoo qaraabaniwa in kala dhexayso ama xaggii aabaha qaraabadaasu ha ka timaado ama xaggii hooyada ha ka timaadee sida walaalaha wiilasha ah iyo walaalaha gabdhaha ah iyo adeerada iyo eedooyinka iyo awoyaalka iyo ayeeyooyinka iyo abtiyaalka iyo habaryaraha kulli waa wada qaraabo مركا الأمان تدو حي ليهين حقوق هلا او او يالي قرابة دي لشيغ وكوا سالاق وضا مركا لابا دي والد حقو ودي كدب وحقو حيق قرابة دي حقو ودن لغا صوبة ألا نوحو يري فهل عسيتم تد يوم المدن تيين انت ديات كي جيستان جيهات كي ايد لهيدان ما ماركتاي نلقو واجب يارو او ادور سنة يسين فهل من مذنتين؟ إن توليتم مدى جاتك جاستان أن تفسدوا في الأرض، إن أضل كيف فساد سان، وفساد جود بركة تاسي وتقطعوا أرحامكم، رحم كينا أذكو وفساد خاصة كاسي مرك، للك فساد فسادين تيسي، حسوق جلاية، رحم كيو لكن سي جود بامرك والله الشاقة فساد كل فسادين هاي كدبنا، رحم كيو يا سي خاصة الله الشاقة. yacani ma mudantiin marka inaad ku noqotaan jaahiliyadii aad marka hore ku sugnaydeen islaamka kahor ulaa'ika kuwaas alladiina waa kuwii lacanahum ullahu allah uu lacnaday oo naxariistiisa u ka fogeeyey taas marka waxay kutusineysaa in goynta la gooyo qaraabadii ay ka mid tahay dambiyada waaweynaayo kabaa'irta ahaa sida aayaddii marka alla uu xuquuqda ka hadlayey uu allah uu yiri wacbudullaha alla kaliya caabuda ولا تشركوا به شيئا عبادي سنوحك له ولا ذا وبالوالدين إحسانا لبدي ذا شنا إحسان سمايا وبذي القربى تدكي قرابة ذا لهانا إحسان سمايا يولي تاما أقول ندي إحسان سمايا وصنفل سمايا والمساكين مساكينتي يولي جاري ذي القربى يو, القربة. يو قرابة أصاحبك يعني أوريحهم كذا كده حي سيد كُو clamada qarn wahay ku fasireen yani deriskii dhowaa ee dhinaca idinku hay ama deriskii maaragtay qaraabanimada nasabka idinka dhexaysa wاljari اljunubi iyo deriskii durugsanaa oo qaraabanimo aysan idinka dhexaynin wالصaaxibi biاljanbi iyo saaxiibka dhinaca ah wbni الsabiili iyo socotada iyo wma malakat aimaanukum وح اي مارك تاي كعمينو إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ألا ما جعل متك كيبر ايش اي تما اي فان كبدن شيقو الحولي ايضا وحالوكو معابا ايدا طبانك حق كار ليس قول الكيس وما يضل به إلا الفاسقين فاسق مركو جمع فاسق اللي هي فاسق فاسق وقوف كطاعة على كبحي واكوه مارة بلنك على buriya marka la adkeeye kadib marka kii riximka goynayey waxaa lagu daray fasiinta lgu daray rximkood la xiriiriyaah waa waajib guud ahaan goynta la gooyey riximkana waa dembi weyn o dambiyad wa weyna kamida kuwa marka riximkooda gooyey waxay gooyeen wixii alla uu faray in la xiriiriyo sababto all wuxuu faray in la xiriiriyo riximkii wuxusheeg mrk kuwaas rximka goynay inay fasiiin yihiin waa daacadi alle ay ka baxeen waana gooddi aada u daran oo loogu goodiyo laakiin sida aan sheegnay faasikiinta hadda gaaladii baa laga wadaa lakiin gaaladii baa marka qaarkood gaalnimadii waxay ku daraan xumaayaal kaloo fara badan in <imitation> kastoo ballanka alle maaragtay la burinayo ay soo geli karto islaamnimadii iyo towxiidkii imaankii asalka ah oo marka taasi tilmaantaasi ay noqonayso mid maaragtay iyadu xataa gaalnimo keenaysa laakiin wixii gaalka lagu caayay qofka muslimka ahna uma bannaano وينه كفو ولهما بخاري مسلم وحي وريان عن جبير بن المطعم كوري رضي الله عنه مرفوعا لا يدخل الجنة قاطع رحم جنة مقلو قف رحم كيس قوي ورقم كيس عايز يصير ولهما بخاري مسلم وحي وريا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا سوى رسول صلى الله عليه وسلم كسي ورنايا إن الله خلق الخلق اللوح أبور خلقك حتى إذا فرغ منهم مركو كفارقي قامت الرحم رحمك كبا استاقي فقالت رحمك عيتري هذا مقام العائد بك من القطيعة هل كان أنجوغاه ومشي استاقي لها كان كاما قوين هذا مقام العائد بك من القطيعة هل كان أنت أغنه ومشي استاقي لها كي كاما قنقلي قوينتا قال وحير نعم ها أما ترضين موال هالي أهين رحمي أن أصل من وصلك أن حريريو وفكيكو حريري وأقطع من قطعك وأن قوي قالت وحيتري بلا ها قال وحيري فذلك لك تأسوات لها ويكون سقنات تأسي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو حيري انت كدب يقرأوا إن شئتم هدي دونتان اخريا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أيضا صلق بين ذاتي أنا إن أبو هريرة يرنا وكجرت أبو خارجة إن رسول كيرنا صلى الله عليه وسلم كجرت عن جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا لا يدخل الجنة قاطع رحم جنة دي قفر قف رحم كيس قوي ودقن كيس عايز سيسا نغطي وقود دي آذو در الملك. lakin xadiidska macnihiisu ma aha inaanu marnaba jannada gelaynin sidi gaalkii oo kale ee macnaha bilowga horuusa gelaynin way wuu ka haraya maxa dhici karta buu leeyahay inuu ka haro dadkii hore marki hore gelayey oo lagu ciqaabo inuu naarti galo oo uu la galo dadkii kabaa'irta maaragtay ku dhacay meeshan uu yiri rasuulka sal al l alam xdiski ibni cumar hada maqaamu ulcaa'idi bika min alqatiica raximku marka waxay ka mid tahay makhluuqaadkii alla u abuuray wayna magan gashay alle ayay ka magan gashay gooyin la gooyo markaasuu wuxuu ku yiri mawaada raalli ku ahayn inaan xiriiriyo qofkii ku xiriiriya oo aan gooyo qofkii ku gooya markaas waxay tiri haa taas marka waxay kutusinaysaa weynida xaqi raximku uu leeyahay iyo kadigiid laga digaayo in raximkii la gooyo iyo inay waajib tahay in la xiriiriyo raximkii انت كذب رسولك صلى الله عليه وسلم وحسود للسدي آيدي سورة محمد فهل عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ممدنتين هدي اتجاهات كي جاي فسائسانه نادول كيف سايسانو هدي تابع حاكو جرى مركا اسكريب اللي اسكريب هايو فساد للي مادو او دمبيو لسمايو سيقوت ايو رحمكيو si gaara allo wuxuu faray in dhulkii la hagaajiyo oo taacaadkii lagu hagaajiyo iyo riximkoo la xiriiriyo waana in qaraabadii ixsaan loo sameeyo hadal lagu hadlaayo iyo ficil la samaynaayo iyo xoolo la bixinaayo iyo waxyaabihii kale laysku xiriirinaayey baabu adal jaari kan wuxuu u baab yahay kabiiradii ku saabsanayd in deriskii la dhibo iyowa qowlilaahi tacaala alla qowlkiisu uu yiri والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب باب كوارة أيدي دي أنكسها شرحنا الشيخ شرح كل شيء يا سورة النساء وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا هذا السود لسه الشيخ وقول الله تعالى لقول كيس والجار ذي القربى يعني هو إحسان سماية ديرسكي أي قرابة إذن الله ورحم قيدن كده والجار الجنوبي يدرس كي دروك سنة الصاحب بالجنبي صاحب كي وابن السبيل إيو هي سعتدي إيو ملكت إيمانكم وحق عمين أي هنتين إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا مركا دلس معناه احسان ويحسان سمايا الليه معك كسو هرجي دمرك احسان سمايا انتي إن لا ديبو عن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعا هو شريح وحالة قوري سوى رسول صلى الله عليه وسلم كسي ويرنايا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه قفكي ألا يمال كدا بأي رميسا مرتديسا هالشرف ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر قفكي ألا يمال كدا بأي رميسا فليحسن إلى جاره درس كيسا أو إحسان سمايو ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر قفكي ألا يمال كدا بأي رميسا فليقول خيرا خيرا الله aw liyasmut ama ha iska aamuso akhrajaahu bukhaari muslim ba weriyey sheikha kitaabka sharx wxuu leeyahay kabaairtii waxaa ka mid a in qofkii deriska ahaa la dhibo deris waxaa laga wadaa qofkii dhinacaada degen ama qaraabaha kula ahaado oo raxim ha ahaado ama ayaanu ahaanin qofka deriskaa sidiisaba xaq buu leeyahay xaqa derisku uu leeyahay kitaabkai sunnadaba waa lagu sheegay اواتن عايد أنا والجاري ذي القربى والجاري الجنوبي والصاحب الجنبي أك حقوق طبعا لا إلا شيء هي كمية حديثنا وحكي جرتي ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه كمزول جبريل إنه يدر دار مايو إنه إنا وناجيو إلا أن أغمليه إنه با حكومي الدانو إن ديرسكي uderiskiisa dhaxlo taasna waxaa ku jirta isku tirtirsiin la isku tirtirsiinaayo weynaynta xaqa uu jaarku u leeyahay iyo in lagu dadaalo oo arrinkiisa ihtimaam la siiyo meeshan alla uu yiri waljaarid lqurba waljaari iljunubi wasaaxibi biljambi derisku saddex buu u qaybsamaa deris saddex xaqkuu leh waa mid deriskula ah xagga degaanka muslinna ah oo islaaniman ka dhaxayso qariibna ah oo rixmiidin ka dhexeeyo saddexdaasaa aa kulantay deris waxaa jira laba xaq leh waxaa idinka dhexeeya islaamnimo iyo derisnimo laakiin rexmi ma wadaagtiin deris waxaa jira hal xaq keliya leh waa deriska aan muslimka ahayn walimuslimin muslim wuxuu leeyahay oo weriyey can abii horeyrata ka wariyey radia allahu canhu marfuucan isagoo rasuulka sal a l alm ka sii warinayaa والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن الله ان دارتي مر مايو مر مايو مر يو. قيل وحالي من يا رسول الله متكا اتكا هاد ليساي أمحوها قال وحيري الذي لا يأمن جاره بوائقه ومتكا ديرسكي سؤال كنبت قلين وانو كامن هين dhibaatooyinkiisa oo sharlowga ah albawaaiq waxaa laga wadaa al khawaa'il washuruur waa dhibaatada iyo sharka meeshan uu rasuulkuku yihi sala allah aley wasalam qofkii alleh iyo maalinkii dambeeyey rumaysan martidiisa ha sharfo marti waxaa loo yaqaanaa qofkii kugu soo dega oo doonaya in lasoo dhoweeyo oo la marti sooro cunto iyo wax lamida lagu marti sooro sababtoo ah وقف مسافرة وباها حق بولي أمرك لنكاس مرتداه إيمان كيو ذا إن ننكا مرتداء لشرفه ميشان او رسولك صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره قفكي ألا إيو ما ننكتن درس كيسي أو إحسان maxlu shaahidka xadiidkuna waa halkan halkan baa loo soo daliilsanayey waa in qofkii deriska ah ixsaan loo sameeyo xadiidki abi hureyra rasulku sal l a alm wuu dhaartay wuxuuna yihi laa yumin yanii imaankii dhammaystirnaa lagama helo wa macnuhu alladii laa yaamanu jaaruhu bawaa'iqahu midka deriskiisu aanu ka nabadgeleynin oo uuna ka aamin ahayn musiibooyinkiisa iyo dulmigiisa iyo shartiisa marka imaankii baa loo diiday qofkii deriska xumeeya qofka deriska ah deriskiisa wuxuu ku leeyahay inuu sharfo oo ixtiraamo oo aanu maaragtay indhihiisa ku taagin cawraadkii iyo cawrooyinkii qofka deriska ah waa inaanu maaragtay baarbaarin arrimiisa oo ku tajasusin aso ceeb raadinaya inaad marka warkiisi dhegaysato si qarsoodiya war aanu jeclayn in laga faafiyo aad markaa ka faafiso waxaasoo dhanay waxay ka soo horjeedaa deriskii dhowristiisi iyo ixtiraamkiisi iyo ixsaam samayntiisi ka soo horjeedaa waa dhibla dhibaayo qofka deris kula ahi waa uu ku aaminay agtaaduu soo degey haddii aad cowraadkiisa aad baarbaarto oo aad dhibtid waad khiyaantay qofka deriska ahi waxaa waajib ku ah inuu deriskiisa ixtiraamo si xoog loo ixtiraamo oo deriskiisa uu la jeclaado waxbuu naftiisa la jecel yahay حي لو حيري رسولك صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قفكين إيمانك <كي> واجبك كواها لم يماد إلى أول الكيس كلا <كالجعل> هذا وحب نفسي سلجع عليها حديث البخاري مسلم باوري وللترمذي الترمذي ترمذي وحولي أوري وحسنه <حن> وحنكو حكومين حديث كحديث حسن يعني عن ابن عمرو وكوري رضي الله عنهما عبد الله أبي إسم الله هكا رالين مرفوعا سوى كسي ورنا يا صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب أيو ير رسول صلى الله عليه وسلم صاحبة وحا أووانا عند الله لاكتيسة خيرهم لصاحبه مثل صاحب كيس أووانا أكسنت يا في عن ولا دغما وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره درسك وحا أووانا أكسنت لاكتيسة وأوووانا أكسنت درسك وودا لا درسك لا كودا قالين أوك وفي المسند مسند الإمام أحمد وحاكو جري وصحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله يا أبيس بل كرى نغذة مرفوعا سوى كسي ورنا رسولك صلى الله عليه وسلم أيما أيوة أهل عراسة بوير ذات كاست أميل دقا أصبح فيهم امرؤ جائع إلا أودح ذوى بريستي قفقا جيسني فقد برئت منهم ذمة الله ذمة ألا يا كبر النغتي أوه بلن كما يسال الله إنو حفظيو إلى عليو أمان هلي مايا يعني. وفي سيل الحاكم حاكو جري بخاري هذا المفرد بكوري أبو يعلى يطوراني ويوريين شغل باني نوا عن صيحة عن من عباس إنو مرفوعا سوى رسولك صلى الله عليه وسلم كسي ورنايا ليس المؤمن قفك مؤمن ماها إيمان كيس لما الذي يشبع متكس كدرقا وجاره جائع درس كي سنة أوغا جوني هاي وفي رواية رواية كالوحا كجرتي لا يؤمنوا إيمان لغا من بات شبعانا قفز كبري سوى دركسن وجاره طاوين درس كي سنة أوبق لالن يهي وغا جيسن يهي أو سمحونين حالي ابن أبي شيبة يا مصنف كيسكوري يطبراني في الكبير ابن عباس بقى حديث حديثك ابن حجرنا القول المسدد يوكو تحسيني هو حسن بوير meeshan uu leeyahay rasuulka sal la l slam saaxibo waxaa ugu wanaagsan ala agtiisa xagga sawaabka ugu badan midka saaxiibkiisa ugu wanaagsan ee u ixsaanfalidda badan haba noqoto inuu u naseexeeye eh mararga qaarkood qofkii waxba uma haysidba xoolama haysid lakin waad u naseexeyneysaa taasa marka waxaad ku noqoneysaa qof khayr badan oo saaxiibkiisa khayr badan marka saaxibo waxaa ugu wanaagsan midka saaxiibkiisa ku anfaca hadduu cilmi leeyahe cilmigiisa ku anfaca markuu cilmigiisa u baahdo saaxiibkiis hadduu baahdana ku kaalmeeya xoolihiisa wa khayru ljirani cind allahi khayru mlijaarih derisna waxaa ugu wanaagsan alla agtiisa kuwa dariskooda ugu sii wanaagsan haba noqotee inuu dhibkii ka ilaaliyo waxaa marka sii wanaagsan qofkii dhibkana ka ilaaliyey ixsaan kalena ku daray oo deriskii ixsaan u sameeya ama cunto siiya ama wax kala u baahan yiin u qabto رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر كوير إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك هديئة مرق سميسته وقل يا ذا ندد إلي بماركتي مرق ماركتي مارك مارك فأكثر ماءها بيها أبضي وتعاهد جيرانك ديس كادنا كورقب هو حكا مسلم باوري حديث كان meeshan uu yiri rasuulka salalla l slam al ayumaa ahlu carasatin dad kasta oo meel degan carasada marka waxaa laga wadaa meel baa laga wadaa makaan iyo maxal oo dhexdooda uu qof ku gaajoon yahay oo ay saa ku waabariisteen dimada allaberey bay ka tahay marka dad baa gaajoon nin xool haystana dadki waa ku dhex jiraa deriskii marka dhibkii haystay ka faydi maayo qofkaas dimada aliberi bay ka tahay marka gooddi aad u daran baa ku soo aroorey ama ayagio dhan baa maaratey iska ladan mid baa gaajoon aya kamida deriskii kamida u gargaari maayaan iyaduna waa lamid meeshan uu yir leysa almuminu yan muuminka imaankiisu uu dhamaystiran yahay ma aha midkisagoo iska dharga deriskiisuna uu gaajoon yahay isagoo og in deriskii u gaajoon yahay haddaad ogeyn macduur baa tahayba marka qofkii deriska ahaa hadduu waxhaysto og yahayna deriskiisi inuu gaajoon yahay waa inuu quudiyaa deriskaas hadduu rabo yuusan muslim ahaanina marka wanaagga diinkan islaamkaayna kamid tahay taasi qofkii marka aan dan ka gelin deriskiisii baahnaa ee gaajaysnaa taasi waxay kutusineysaa qalbigiisu inuu adag yahay qofkaas bakaylnimadiisuna ay ziyaadotah imaankiisuna uu liito شرفتي سنة أي ليدتو وأنا شرف العين وطبيعتي بعدي سحنته أنت كنت باب الاستخفاف بأهل الفضل كنوحو بابي هاي كبيرة ذا كسابسا الوجس جاسو ولا فضيستو أهل الفضل قاه أو قيمة بدن عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا عبد الله بن عمرو بن العاص على قولي سوى الرسول صلى الله عليه وسلم كسي ورنايا ليس منا من لم يرحم صغيرنا أنا جن جمد معها ان أنك ينير كنا حريصا ولم يعرف شرف كبيرنا هو أن كان وين شرف صححه الترمذي الترمذي ترمدي أيا صحيح نمك حكمي شغل بالنا حكوت صحيحي صحيح ترغيبك ولي أبي داود أبو داود حل هو كوري أنا موسى مرفوعا سوى الرسول صلى الله عليه وسلم كسي يا أبو موسى إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وين أنت الله وحاكم الا إن الشرفه قفك عرولها ها مسلم كها وحامل القرآن إن يعني الشرفه قفك قرآن ك حفظ سنة غير الغالي فيه إيه أن كحد قدبن كعمل فلك اللي عمل فلا القرآن كي هي مثلاً المتشابه متشابه راعوك لا أن كحد قدبين يا سيدو كلا أنكو تلاح يعني مخارج حروف تأيو أربع نوع عاصو كلا والجافي عنه هي القرآن قابل سن إيه آن أهين كنكو قوات فلا يا كقابية مركو إن الشرفاء أو الاحتراماء قفك قرآن كأخرية حفظ سن قرآن كفصيرة يا أهل كواء يا أنكو حد قدبين حمل فالك يا راع راع wixii maaragtay iska dheeh galay oo macanihiisi ka mida oo sidoo kale aan ku xadgudbin xuduuddii akhrintii qur'aanka iyo makhaarijtii xuruufta iyo waljaafi canhu oo aan ahayn kaas qur'aanka xambaarsan oo aan ahayn mid qur'aankii ka gaabiya oo gabadfal la yimaada oo ka fogaada oo akhriskiisi masalan ka jeesta oo aan si fiican u akhrin وأن معاني دي مارة برنين وأن كو عمل فلين وإكرام دي السلطان المقصد وحاوينين تألا كم يده إلا شرفوه إن كيما مدح ده أها يعادل كأها قف كان عرغلا أها يا, كأه أه يا مسلم كأها وإن مركب برياد لسوي ما دو سيقا مارة لويني يو هرمريو مريو لون حريستو لهور دمريو وسيوا لولا دغمو حديث حسن وحديث حسنة حسن ولي أحمد أحمد وحو هاي أوريه أو بسند جيد حديث كي مرفوع أها ليس منا ورسول كله الله صلى الله عليه وسلم أنا جن معها من لا يجل كبيرنا قف كان وينين قف كان دا, دا أه ولا يرحم صغيرنا وأنو نحرسنين كي دا, دا ير ولا يعرف لعالمنا حقه كي عالم كان هانا عن حقي زكرانين شوفوا زوجه ليه هاي قف كمسلم كألاك كل ليه هاي حرمت وين لا الله يا كهور مريي مخلوقات كي سدان سادرتت مؤمنين تها الا فوز استا مبنان وين سوغليسا كبعير دنبت الله وحو يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن مؤمنين رجاني كوجز جيسن <applause> ركالة هذا كرت كوا الوجز جيسا يعني كخير بدين كوا كوجز جيسا هو إنه يعني كوجز جيسن هو ينكلا هذا الوجز جيسا يعني كخير بدين كوا كوجز جيسا ولا تلمزوا أنفسكم هيس عيننا وهيس عيوننا ولا تنابزوا بالألقاب نيناس يحنحن هيس كتورنا ولا تنابزوا بالألقاب نيناس يحنحن هيس بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ما مجا بحا قليتا فاسق نمو رسكو الشياغو مركي مؤمن لو تلمعنا كدب ومن لم يتب فولائك هم الظالمون وفك أنسوان نقنين فأنتو بدكينين كواسي هو ظالمين قف قمسلين كاو حليا حرمت بوليا إن ميل أدلا لقد علي غماها أو حلق الشياغو أدو داتكي قيمة لها وكميدي هانا إن لسي احترامو يوسي مدينة إن وجز جاس أنا ما بنانا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم كو منافقين تعلق لاي، وهي عبايان تدكي ما ركتاي سما فلاي ومؤمنين تكميدا وصدقاتك إلا بحاين كو سما فلاي يكو أنهلين ويح أن تبرتو هذا أهين تبرتو هذا أم مركاتي جاسان ألا نو جاس قيمها kule mujtamaca dhexdiisa waa in la sharfaa oo qiimahooda la aqoonsadaa waxaa dhici karta marka dadka qaarkood ay hoos dhigaayaan dadkaas sharafta leh inay xaasinnimo ay ka taha marka xaasinnimo ay meesha timaadona kabiiradii waa sii badataaa waa sii xumaataa oo wuxuu isku daraayaa hoos u dhigiddi oo sharaftooda uu hoos dhigaayay iyo xaasinnimo qalbiga ka gashay oo nicmadii allah uu u galay yuu jeclaanayaa inay ka tagto oo ka zuusho taasina waa dembi gaar kabiiro u sii ah oo gaar ahaantiisa isagu kabiiro u ah qofku waxaa dhici karta inuu asagu nafsidahaantiisa uu qof hooseeyayah markaasuu wuxuu doonayaa dadkii qiimaha lahaa in dadku ay nacaan iyagan oo sidiisoo kale ay noqdaan cadaaladna maaha qofku hoosayntii asagu uu ku sugnaa inay gaarsiiso inuu dadkii sharafta lahaa uu hoos u dhigo waa dembiyada waaweynaa io taasi soo gelaysaa sidaa darteed yuu shiikhu kitaabka matniga iska leh uu kabaa'irta ku soo daray meeshan uu rasuulku yiri salallah alay w saslam weyniynta alle waxaa ka mid a in la sharfo kii cirada lahaa ee muslimka ahaa macnaha qofka islaamnimada ku gaboobay waa in la weyneeyaa oo fadhigoo kale lagu maamuusaa oo loo naxariistaa sababto alla agtiisa yuu sharaf ku leeyahay maadaama uu wku ciroobaba islaamka dhexdiisi kan kale ah kii qur-aanka xambaarsanaa waa qofkii qur-aanka xafidsanaa in la sharfo isagana oo aan ku xadgudbin kana gaabin sidoo kale ninkii madaxda ahaa ee caadilka ahaa ee maamulkiisa iyo xukunkiisa dadka si fiixan ugu garsoora waa in la sharfaa isagana marka dadkii waa in la dejiyaa darajooyinka ay leeyihiin oo kii yaraa ee da'da yaraa loo naxariisto sababto waa uu taag daran yahay وانا ان لغرتا شرفتي قفكي دا دا اما درجه يس حق علمي اما حق مارتي شرفته مجتمع دايس مركزتك وان لتجيا مقامك اي ميلها اي مدن يهن وان سنين وحير رسولك وحير الرسول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب انك عالمك الله علمك سي دينتا وأكقيم i u go-ay cibaadada keliya oo cibaadada teedii maaragtay sunooyinka ahayd iyuu wakti dheer geliyaa fadliga uu dheeryah kan caalimkaahay kaas cibaadadaas maaragtay sunadaa u go-ay waa sida dayaxu uga sharaf badan yaha uga sarreeyo xidigaha kale xadiidka abu dawuud iyo tirmidi iyo ibnmaajaa weriyey waa xadiid abu dardaa laga wariyey qofka caalimkaa allah uu cilmiga siiyey sharaf buu maratay ku leeyaay cilmigaas waxaa marka munaasaba in la ixtiraamo oo la weyneeyo oo aan la xaqirin haddii marka isaga shaqsi aaantiisi la xaqiro cilmigiisii oo la xaqira bay noqonaysaa cilmigii uu xambaarsanaayee shareecada iyadoo la xaqirayoo kaley noqonaysaa marka ninka allahw cilmiga uu siiyey wuxuu kii cibaadada sunnadaa u go-ay uu uga fadli badiyo sida maaragtay dayux uga sarreeyay xidigaha kale uu u noqday dee qofka caalimka ah isaga nacfigiisa iyo wax laga faa'iisanayaa dadkii kalay gaarayaan waa sida maaragtay iftiinka ده يحوى في فعيستو أو دون كرنو فيو لكن يعني قفك عبادي السنة ده هيد مشغولي هو أن علمي دارين وحقو مارتي عمل صالح وسمي سنعيو أو حسو كوكوبا يعني مسلم كي كالي قفك هاسي قف, قف مارتي واحترمه وبالله التوفيق